بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصول تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم من ضمن سلسلة إطارات التقوى بعدما أقسم بالفجر وبالليالي العشر، وكذلك أقسم بالشفع والوتر. والشفع والوتر يا إخواني الكرام ذهب فيها العلماء مذاهب، إما المراد بالشفع والوتر على أنها يوم عرفة ويوم العيد، لأنها إحداها شفع والأخرى وتر. واحد يقول لك ما معنى الشفع والوتر أصلا؟ فاللغة الشفع هو الذي يقسم على اثنين، فهمنا؟ زوج تستطع تقسمها على اثنين، ربعة تقسمها على اثنين، ستة تقسمها على اثنين، عشرة تقسمها على اثنين، وهكذا. يعني الشفع هو الذي يقبل القسم على اثنين، وأما الوتر فلا يقبل القسم على اثنين، كما ثلاثة كما خمسة كما سبعة كما تسعة، فهمنا كيف؟ كما 11 هذه لا تقسم على اثنين، تقسم على اثنين ويبقى واحد، فهمنا كيف؟ هذا هو الوتر. الشفع ما يقبل القسمة على اثنين، والوتر هو ما لا يقبل القسمة، أو الشفع هو ما كان فيه زوجين والوتر ما كان فيه واحد، فهمنا؟ إذن الله تبارك وتعالى أقسم بالشفع والوتر. والشفع والوتر إما المراد به يوم عرفة لأنه وتر، ويوم العيد لأنه شفع، لأنه عشرة في الشهر وعشرة تقبل القسمة على اثنين، فهمنا؟ وإما المراد المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى جميعها، فهي متكونة من شفع ووتر، فالله تبارك وتعالى أقسم بمخلوقاته. وإما أن يكون المراد الأعداد التي خلقها الله تبارك وتعالى، فمنها شفع ومنها وتر. وإما المراد بها كما قال العلماء، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. الحجاج الذين يجلسون في منى لرجم الجمرات لهم بعد العيد يومين أو لهم ثلاثة أيام بنص القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني اللي يجلس بعد يوم العيد يومين في منى ثم يفيض إلى مكة ما فيها بأس، ومن أراد أن يتأخر يجلس ثلاثة أيام بعد العيد ما فيها بأس، والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر ثلاثة أيام ولم يتعجل، ولكن من أراد أن يتعجل في يومين فلا إثم عليه بنص القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن قال بعض العلماء يعني هذه الشفع والوتر مراد بها اللي إما اليومين اللي بعد العيد أو ثلاثة أيام التي بعد العيد للحجاج الذين يجلسون في منى لرجم الجمرات. وقال لفيف من العلماء ومنهم مجاهد وابن عباس وغيرهم، المراد بالشفع جميع المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، والمراد بالوتر هو الله تبارك وتعالى نفسه المقدسة، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يتناول الحاجة يتناولها وترا، كنا غسل مثلا الوضوء نتوضأ ثلاث مرات هذه وتر. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا افطر في رمضان يفطر بتمرة ولا ثلاث تمرات ولا خمس تمرات وتر، فهمنا؟ وهكذا، وإلى ما لقاش يشرب ثلاث غرفات من الماء، فهمنا كيف؟ أو من اللبن أو الحليب أو المتيسر عنده، فهمنا كيف؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب على الوتر، لأن الله تبارك وتعالى وتر، يعني واحد يحب الوتر، فهمنا كيف؟ وهكذا. وقال لفيف من العلماء كذلك، المراد بالشفع والوتر هي الصلاة التي افترضها الله تبارك وتعالى على المسلمين، منها شفع ومنها وتر، يعني فيها الشفع مثل صلاة العشاء، مثل اللي هي العصر الظهر، هذه كذلك الفجر، هذه كلها اثنين اثنين، بينما صلاة المغرب وتر، فهمنا كيف؟ لأن فيها ثلاثة، وهي كما قال العلماء وتر النهار، لذلك نحن نوتر في النهار اللي هو المغرب، وكذلك نوتر في الليل اللي هو بعد العشاء، ها؟
تمنع. إذن هذه والله أعلم. إذن نرجع إلى ما سبق من الآيات الأخرى. الله تبارك وتعالى لما تكلم عن القسم اللي هو قسم بمخلوقاته يعني إذانا لكفار قريش حتى يؤمنوا برب الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه المخلوقات كلها وأقسم بها، دليل على عظمتها. وإن كانت عظيمة في نفسها فهناك من هو أعظم منها وهو الله تبارك وتعالى. لذلك يجب علينا ويجب على الكفار أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء. إذن الله تبارك وتعالى كما بين هذا أنذرها بآيات أخرى، وهي يبين لهم يقول لهم انظروا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني يا محمد انظر وأيها المشركون الذين كذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى عاقبة الأمم التي كانت قبلكم وكانت أشد منكم قوة وبأسا، انظروا كيف أهلكها الله تبارك وتعالى وأبادها، فتلك مساكنهم خاوية وتلك بيوتهم يعني خاربة، انظروا إلى هؤلاء واعتبروا. فمن كيف الله تبارك وتعالى ضرب لهم الأمثال بقرى وبقبائل كانت عظيمة وكانت من البؤس من البأساء والشدة بما كان، فقال فكما أهلكت هؤلاء الأشداء فأنا قادر على أن أهلك جماعتك يا محمد إذا لم يؤمنوا بك. إذن الله تبارك وتعالى يقول له ألم ترى يا محمد، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم والخطاب لكل سامع يسمع، كما قال تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب له ولكل من يسمع ولكل من يرى. من كيف؟ لأن هذه أصبحت يعني قصة شائعة تمشي بها الركبان، فحري بكل مسلم أن يعرفها ويعلمها حتى يعلم مصير الطغاة والظالمين كيف يكون مصيرهم، وكذلك يعلم مصير المؤمنين الأتقياء الصابرين الذين يتبعون الرسل والأنبياء كيف يكون، كذلك كيف يكون مصيرهم. إذن الله تبارك وتعالى يقول له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهذه قبيلة كانت في الجزيرة العربية في ضواحي الربع الخالي، كانت معروفة بالشدة والبأس، والله تبارك وتعالى أرسل لهم نبيا منهم ألا وهو هود عليه السلام، فأرسل إليهم فذهب إليهم وقال لهم واذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فمن كيف يذكرهم النبي التحم، يذكرهم بالنعم التي أنعمها الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الله تبارك وتعالى كما أهلك قوم نوح ولم يستثني منهم أحد إلا المؤمنين الأتقياء الذين ركبوا مع سيدنا نوح عليه السلام وهم قلة قليلة، كما قال العلماء حوالي 80 رجل بين رجل ومرأة، فمن كيف هذا اللي سلكوا والباقي جاءها السيل وجاءها الطوفان فعمت الدنيا كلها. ثم الله تبارك وتعالى بعدهم استخرج هؤلاء الناس واستخلفهم في الأرض. بعد قوم سيدنا نوح جاءت قوم عاد اللي هما أرسل الله تبارك وتعالى إليهم هود، جاءهم نبيهم يذكرهم بنعم الله يقول لهم كانوا ناس قبلكم وهم قوم نوح فكفروا بأنعم الله فأغرقهم الله وأبادهم، لذلك فعليكم أن تؤمنوا أنتم واذكروا إذ جعلكم الله خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، وأعطاكم قوة وشدة في الخلق لأنه كانوا أولي بأس شديد وكانوا ذوي أجسام فارهة وأجسام طويلة وقوة وعتاد قوي. فمن كيف قال لهم يذكرهم بالنعم هذه، ربي يجعلكم بعد قوم سيدنا نوح وهلك جماعة سيدنا نوح وجعلكم أنتم خلفاء وكذلك أعطاكم قوة وبأس يعني ما تخافوا حتى واحد، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني أذكروا النعم أنت ربي التي أنعمها
عليكم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ربي سبحانه يعني أزال القوم المفسدين الذين هم قوم نوح، ثم أنشأكم أنتم نشأة جديدة، فعليكم أن تؤمنوا وتتركوا الأرض بدون فساد. ولكن عتوا عن أمر ربهم، ولكن ظلموا، ولكن كفروا وتجبروا وطاغوا وقالوا من منا أشد قوة، يعني شكون أكثر منا، أكثر منا في القوة، ما كان حتى قوي. لذلك الله تبارك وتعالى عاتبهم، قال لهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هم مش عارفين أن الله اللي خلقهم هو أشد منهم قوة، فهمنا كيف؟ يعني نبههم يا هود، نبههم إذا ما كانش في الجزيرة من هو أعظم منهم، فالله تبارك وتعالى الذي خلقهم هو أعظم منهم، فهو قادر على أن يبيدهم وأن يهلكهم عن بكرة أبيهم وأمهم كما أهلك من كان قبلهم وهم قوم نوح. إذن عاد هذه القبيلة اللي قال عليها عاد إرم، إرم عاد، إرم ذات العماد، هذه هو عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، همنا. وبعدين بعد جاء وليده شداد ابن عاد، راكم تقرأوا في التاريخ، شداد ابن عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، همنا كيف؟ كانت الأرض مازالها جديدة، فهمنا كيف؟ ولكن لما طغوا وعاتوا عن أمر الله تبارك وتعالى أهلكهم، فأصبحوا أحاديث تذكر، وأصبحوا عبرة، وأصبحوا أثرا بعد عين، بعد أن كانوا ذوي قوة وذوي شدة، وكانت يعني الأعمدة نتاعهم قوية في البنيان، وأجسادهم كذلك قوية في الشدة، الله تبارك وتعالى أهلكهم، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر يا محمد أجل جماعتك، وذكر كفار قريش أن الله تبارك وتعالى كما أهلك الكفار الأوائل فهو قادر على أن يهلك الكفار الأواخر. وبعدين ثناها الله تبارك وتعالى وثمود، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. الله تبارك وتعالى هنا أتى بجماعة كبيرة من الكفار، من الطواغيت، من الظلمة، من الأمم السابقة التي عتت عن أمر الله تبارك وتعالى وعتت عن أوامر الرسل، فالله تبارك وتعالى أتى بهم جميعا يذكر الكفار ويذكر المؤمنين بأن حتى إذا حسينا أننا في ذلة ومسكنة من أمرنا فلا بد أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، فمنه نستمد العون ومنه نستمد القوة فيغلبنا ويقوينا على جميع الكفار وعلى جميع المشركين. لأن الله تبارك وتعالى كما قالت في نهاية الآية، كما قال في نهاية الآية على أنه بالمرصاد، على أنه لا زال موجودا يتربص ويترصد للظلمة ويترصد للطواغيت الذين خرجوا عن نطاق الشرع وخرجوا عن نظم الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن يقول لهم، ذكرهم بعاد، وذكرهم كذلك بقوم ثمود الذين كذلك كانوا في الطغيان بمكان، وكانوا كما قال تبارك وتعالى جابوا الصخر بالواد. الواد هذا واد القرى، وهو يبعد حوالي 350 كيلو من المدينة على طريق الشام، ولا زال حتى الآن، ولا زالت بيوتهم منحوتة في الجبال، ولا زالت آبارهم حتى للآن حية، فمن كيف موجودة حتى للآن حوالي 350 كيلو من المدينة لغاية مكانهم. والآن المنطقة هذه نفسها تسمى العيلة، فهي قرية كبيرة أو مدينة كبيرة من مدن المملكة، هذه ما زالوا فيها هذه البيوت خاوية على عروشها. هؤلاء الناس جابوا الصخرة، يعني ايش معنى جابوا الصخرة؟ فهمكم، لأن كلمة جابوا في اللغة العربية دي، في اللغة العامية ديالنا، يعني جاب الحاجة، يعني أتى بها من مكان بعيد أو جابها، يعني كما نقولوا كانت ليها وجابها لعنده، هذه في العامية. ولكن في اللغة العربية جاء
جابوا يعني قطعوا. فهمنا كيف؟ نقول السفن تجوب البحار يعني تقطع البحار. فهمنا كيف؟ يعني هنا كثير من العامية توافق العربية الفصحى، ولكن في هذه اللفظة بالذات فارقت اللغة العربية فرقا بعيدا. كلمة جابوا في اللغة العربية غير كلمة جابوا في اللغة الفصحى. فهمنا كيف؟ العامية جابوا يعني جبت الحاجة، هذه عامية، بينما جاب في اللغة العربية يعني قطع. فهمنا كيف؟ هؤلاء كانوا يقطعون الصخور ويقطعون الحجارة ويجعلون منها بيوت. فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى كما قال في آيات أخرى: أتجعلون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. بكل ريع، بكل جبل يبنون بيوت ويبنون قصورا. وأنا أقول لكم والله الآن الحضارة على ما وصلت إليه من معدات ثقيلة ومن أشياء كهربائية لا يعلمها إلا الله. لو الإنسان هذا اللي صنعت الأشياء هذه ويروح المدائن صالح، هذا قوم ثمود رسل لهم ربي سيدنا صالح نبي التاحم، يروح يشوف كيفاش بناوها، وهذه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن عندها حوالي 2000 سنة. فهمنا كيف؟ زمان ما يعلم به إلا الله، قديم. فهمنا كيف؟ هذه لو الآن هذا الناس اللي يعني اصطنعوا هذه الأشياء الحديثة والمعدات الثقيلة والكهربائية التي تنحت الجبال وتتقب الجبال، لو يروحوا يشوفوا قوم صالح كيفاش بناوا يتعجبوا، يقول لك كيفاش بناوها قبل 2000 سنة وما عندهم حتى شيء غير بيديهم. كيفاش بناوها؟ كيف بناوها؟ العلم لله كيف بناوها. جبل يا إخواني الكرام من جرانيت، كما يقولوا اللي يقرأوا الشباب اللي يقرأوا يعرفوا الحجارة، أنواع الحجارة فيه نوع يسمى الجرانيت، هذا هو أشد وأصلب أنواع الحجارة. فهمنا كيف؟ ما فيش أصلب منه. فهمنا كيف؟ يجون الجبل من الجرانيت ويحفروه ويتقبوه ويجعلوا له أقواس ويجعلوا له سواري ويسكنوا فيه، وهنا غرفة النوم وهنا غرفة المجلس وهنا وين يجلس الملك وهنا غرفة المحاكمة، تتعجب. وبعدين ينزلوا الأرض كذلك يحفروا آبار كبيرة ويدوروا عليها سلوم، هكذا ما زالت للآن سلوم بنفس الحجر يدور هكذا وينزل الراجل، للآن ما عندناش، الآن وتحوص العالم كله ما تلقاهاش الفكرة هذه. يعني كما تقولوا انتم صوندة كبيرة فيها حوالي 500 متر عرض هكذا، ينزل بها الراجل بالسلوم، هو يدور هو يدور هو يدور حتى يلحق لتحت. فهمنا كيف؟ ويحفر ويخدم ويزيد يطلع، ما يطلعوه لا بالجرارة ولا يطلعوه بشيء، ينزل وحده بالسلوم. ما زال حتى للآن، شكون اللي قال مديروا هذا الشيء؟ شكون كذا طغوا في البلاد وتجبروا حتى لما جاءهم سيدنا صالح وقال لهم خافوا ربي، راه ربي أعطاكم قوة وتنحتون من الجبال بيوت الفارهين، هكذا قال لهم، قال لهم راكم أعطاكم ربي قوة وأعطاكم صلابة وأعطاكم كل شيء، وراكم الجبال تنحتوا منها وتحفروها وتتقبوها وتجعلوها بيوت، خافوا ربي يعني هذا الشيء راه أعطاه لكم ربي، ما أعطاه لكم حتى واحد. قالوا شكون ينجم منا احنايا؟ احنا كيما تقبنا للجبل كيما نستطيعوا نوقفوا أمام كل حاجة قوية علينا نوقفوا أمامها مهما كانت. فهمنا كيف؟ وبعدين لما جاءهم سيدنا صالح وتجبروا وبعدين قالوا له يلا نحن نأمن بك ولكن بشرط. فهمتوا؟ قالوا له بشرط هذا الجبل الأسم اللي رانا نشوفه فيه، روح ادعي ربك وخرج لنا منه ناقة. الجبل يخرج الناقة، يخرج الجبل يخرج الماء، ما يخرجش الناقة، ولكنهم بغاو يعدسوه كما تقولوا انتم، بغاو يعدسوه باش ما ينجمش. قال لهم ولا خرج ربي الناقة من الجبل تأمنوا؟ قالوا نأمنوا. الله تبارك وتعالى خرج لهم ناقة وكثر من ذلك. راح سيدنا صالح دعا الله تبارك وتعالى فانفلق الجبل فخرجت ناقة كوماء كبيرة، خرجت ناقة وجت تمشي لعند سيدنا صالح، قال ماش بغيتوا هاي الناقة جت أمنوا؟ قال لا، بغينا الناقة هذه تدور على الديار كل دار تحلب منها وتشبع. قال ما فيها بس ولكن بشرط تأمنوا؟ قال نأمنوا. قال بشرط الناقة هذه انتوما راكم تعمروا من البير هذا، تعمروا نهار وهي تشرب نهار، ما تدنوش ليها النهار تاعها. قال ما ندنوش ليها، يجوا هما يشربوا في النهار، يشربوا يغرسوا يسقوا كل شيء، يروحوا النهار الثاني تاع الناقة، تجي الناقة تشرب 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 تشرب، تعمر كرشها وتروح تدور على الدشر، الدور على الدشرة، كل واحد توقف له قدام باب داره
يخرج القدح تاعه ويحلب بعمره سواء كان كبير ولا صغير، يعمره ويدخل لداره وهكذا، وهي تشرب وتجي وتجي تحط لهم الحليب. فهمنا كيف؟ وهذه الاشياء ماشي حدثوا عليها العجائز، راهي موجوده في القران هنا، وبعدين نقراو شويه يقول الشمس وضحاها. كيف الناقه اللي موجوده في القران هي الناقه تاع سيدنا صالح، ماشي كلام العجائز. واحد يقول راك تراك تحدث ولا راك حاجي، ما كانش الحجايه يا اخواني الكرام، هذا الشيء صدق. وبعدين هما يلا امنوا ما تامنوا، قالوا ابداوا يداصوا فمي فيما بينهم، قالوا هذا الناقه هذه راهي ضيقت علينا تشرب منا الماء كامل. فهمنا؟ تشرب منا الماء وتعبتنا، احنا نبغوا نسقوا يعني، يا اخي انتم تشرب الماء وفي نفس الوقت تحط لكم الحليب بسرعه، تفرغ وتروح تشرب وتحط نهار كامل وهي تشرب، نهار كامل وهي تحط، وغدوه من ذاك نفس الشيء. قال لك ما نحتاجوش هذا الحليب تاعها وراي ضيقت علينا في الماء. تشاوروا ما بيناتهم، قال اشقاها الذي هو اشقى القريه، احدهم شقي وهو هم كلهم اشقياء، ولكن فيه واحد فيهم اشقى يعني اكثر منهم شقاوه واكثر منهم ظلما. قال لهم انا علي بها، ارسلوني لا يهمكم، خلاص اتفقتوا تمقتل. قال اتفقنا، راح ادى الحرب تاعه وراح للناقه هي تشرب وبعجها. فهمنا كيف؟ فعقرها كما قال الله تبارك وتعالى، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. لما قتلوا الناقه ايه ربي سبحانه يرسلها لكم معجزة، وانتم طلبتوا قتلوا ارسل لنا الناقة هذه نعمنوا بالله ونجوا ليه. لما جاءت الناقة كذلك عاتوا عن أمر ربهم وقالوا حتى الناقة هذه تولي تحلب وتشربنا كامل ونشبعوا، عاد نعملوا شبعتهم، قالوا لا نقتلوها. فهمنا كيف؟ إذا تبين كفرهم وتبين ظلمهم وتبين طغيانهم، فعقروا الناقة قتلوا الناقة وعاتوا عن أمر ربهم، وبعدين راحوا الصلاة قالوا يلا أتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق، يلا جيب لنا الشيء اللي كل يوم ربي ربي يدير لكم، يلا جيب يلا يا راك توخرت. فهمنا كيف؟ قال الله تبارك وتعالى سيدنا صالح اخرج انت والمؤمنين، انت وعك اخرج بعد ونفرجك في هؤلاء الظلمة. فهمنا كيف؟ فالله تبارك وتعالى وسلسل لهم يا اخواني الكرام كما قلت لكم دائما، جنود ربك لا يعلمها الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو. حتى واحد ما يعلم الجنود تاع ربي غيره هو، جنود لا حصر لها ولا عد. فهمنا كيف؟ هذا ارسل عليهم الطير الابابيل، وهذا غرقهم بالماء، وهذا ارسل عليهم الريح، وهذا ارسل عليهم الطاغيه. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه. واشنها الطاغيه؟ الصيحه التي خرجت عن موضعها فطغت والعياذ بالله في القوه والشده، فاصبحت وقلوبهم قد تفجرت وتمزقت وماتوا. فهمنا كيف؟ جاء سيدنا جبريل عليه السلام انزل حتى القدام بيوتهم، وكانت قلت لكم الدخل الجبال غيران، دخل الجبال شكون يوصل لها الصوت، ونزل عند الجبال تاعهم وصاح فيهم صيحه كبيره اطرقت قلوبهم وماتوا كلهم، لم يستثنى منهم احد، وما زالت بيوتهم حتى للان، والبئر التي كان يشرب تشرب منه الناقه ما زال حتى للان ويسمى بئر الناقه، ما زال حتى للان. وجو كفار مستشرقين اعداء الله وصوروا وخططوا ورفضوا، وفي الاخير راحوا لبلادهم وقالوا صحيح هذا الشيء صحيح، ويرجع الى ثمود ويرجع الى عهد صالح عليه السلام. فمن كيف؟ ما هوش ناس راحوا صنعوها البارح قالوا لا باللي هذا، هذه أشياء موجودة في الجبال ما تجب تنحيها، لا هذه السيارات نتاعنا ولا الشاحنات ولا هذه المعدات الثقيلة ما تستطعش تنبشها ولا تنحيها، لأن قرى كبيرة ومدن كبيرة داخل الجبال متهيئة داخل الجبال، والأقواس من برا ومشبحة، شيء ما يصوروش العقل. فهمنا كيف؟ لما تمرضوا وقتلوا الناقة وعتوا عن أمر الله وقالوا يا الله أتنا بما تعدنا، جيب لنا الشيء اللي راك كل يوم ربي يدير لكم يلا هات. الله تبارك وتعالى أرسل إليهم جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة كبيرة فتمزقت قلوبهم. فهمنا كيف؟ وماتوا جميعا. واحد يقول ليش الصيحة وعلاش هي تقتل؟
نقول له يا أخي العزيز نعم، فهمنا كيف؟ ماشي غير تقتل، الصيحة تقتل وكذلك تهدم وتخرب، فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى لما يقول على الساعة، لما يقول على قيام الساعة واش يقول؟ يقول فإذا نفخ في الصور، فهمنا؟ لما الملك اللي راه موكل بالصور ينفخ. طيب ينفخ واش كاين؟ ولكن لما ينفخ واش معناتها؟ واحد يقول لك انا فلان ضرب لي هذه واش يسموها تاع السيارات تقبلي ودني وليت ما نسمعش، فهمنا كيف؟ هذه الطائرات الضخمه هذه كما يقولوا الفونطوم ويقولوا كذا، لما تنزل فوق العمارات السجاد كله يطيح والناس كلها ودنيهم تنخرق واللي ما يسمعوش، فهمنا كيف؟ وكان اللي يموت من الخلعه. اذن واش باش؟ اذن بالرعدة ماتوا، فهمنا كيف؟ وكذلك الرعدة إذا كانت قوية، الرعدة هذه قد بيوت تريب وقد الناس تروح لهم السمع نتاعهم وقد يموتوا، فما بالك إذا كانت هذه القوة، هذه الرعدة كبيرة بحيث لا يعلمها إلا الله، بحيث الله تبارك وتعالى قال عنها الطاغية، يعني صوت كبير لا يعلمه إلا الله انزل فيهم فرقعهم وتكسروا. كذلك الملك الذي وكل بالسور، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه الآن التقم الصور فهو في فمه، هذا الملك اللي ينفخ اللي هو إسرافيل اللي ينفخ في الصور باش تخلص الدنيا راه دايره في فمه، فهمنا كيف؟ لما ينفخ فيه مثل ما تكون انت يا مثلا حاجة صغيرة أمامك وتنفخ فيها تطيرها، هكذاك هو لما ينفخ فيه الدنيا دي كلها تطير وتتصابط مع بعضها بعض، فهمت كيف؟ تتلاقى الشمس مع القمر والقمر ومع الكواكب والعرض مع كذا ويختلط النظام، تصبح انت كيشغل حاجات عقاشات صغيرين تنسف عليهم وما يطيروا، هكذاك هذا البوق الله تبارك وتعالى الصور جعله كبير وجعله ملك عظيم، كذلك التقمه فهو في فمه شاخص الى العرش. اسمعوا مليح، نرانا غافلين، فهمنا كيف؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال كيف انعموا، كيف انعموا، كيف أنعم وقد التقم إسرافيل، وقد التقم إسرافيل الصورة. إيش معنى؟ قال كيف الرياح وكيف نهدى وكيف ننعم وإسرافيل رشاد في البوق راح ينسف، راح يخزر في ربي وقت يقول ربي غير آذن يلا واسي يقلب الدنيا كلها، رشاد البوق ويخزر. يقول لك من اللي ربي أعطاله البوق وقال له شد البوق في فمك اللي هو الصور، صور كبير، بوق كبير لا يعلم به إلا الله، من اللي أعطاه وقال له ديره في فمك، لما أمرك ونقول لك انسف انسف يقول لك من اللي أمر، والحديث صحيح، من اللي أمر ربي سبحانه وعينيه ما رمش عينيه يغزر في ربي، حل عينيه يغزر في ربي، ممكن يرمش ربي يعطي له أمر يلقاه ما رمش عينيه، فهمنا كيف؟ من اللي أعطاه ربي الأمر وهو حل عينيه، بس يجي جاه الأمر يكون حل عينيه يقول له ربي سبحانه يلا الدنيا خلاصت، فهمنا كيف؟ ينفخ هو النفخة العظيمة الطاغية، فهمنا كيف؟ الصاخة اللي اسمها ربي الصاخة لأنها تصخ الأذان وتصم الأذان، لما يصرخ الصرخة الكبيرة هذه النظام كله يتكسر ولا يبقى على وجه الأرض أحد من نبات ولا جماد ولا إنسان ولا حيوان، كل شيء يتكسر كل شيء يموت، وبعدين يزيد ينفخ النفخة الثانية كل شيء يزيد يحيى من جديد ويخرج هناك الحساب والعقاب، الله تبارك وتعالى يخفف علينا وعليكم إن شاء الله. إذن يا إخواني الكرام، هذا الناس هذا الله تبارك وتعالى لما طغوا في البلاد أرسل لهم الله تبارك وتعالى الصاخة، فمن كيف؟ أرسل لهم الطاغية، نزلت عليهم سيدنا جبريل عليه السلام انفخ فيهم وصرخ لهم صرخة عظيمة طرطقت قلوبهم وماتوا في جحورهم، فهمنا كيف؟ وجبريل عليه السلام واحد يقول هذا الشيخ قد منه جبريل هذا اللي يدير هادشي كله، نقول له يا أخي العزيز ورد في حديثين صحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل مرتين كما خلقه الله تبارك وتعالى، قال شفت جبريل زوج مرات، هو جاء عدة مرات واللي كان يجيب له الوحي، ولكن كان يجي على صفات، كان يجي على صفة واحد الصحابي كان جميل يسمى
يحيى بن خليفة الكلبي. هذا الصحابي كان راجل وسيم، راجل زين، كل يوم جبريل يجي في مكان، يجي في صورة هذا الراجل هذا، فمن أكيد كان يجيه كثير. ولكن قال زوج مرات شفته كما خلق ربي، يعني غير ما تصور بحاجة أخرى. مرة يجي في صورة راجل طيب لابس مليح، شعره كحل، ماشط، داير الريحة طيب، من كيف في وسط الصحراء يجيك واحد هكذا تتعجب كيف جانا واحد غريب، ولكن ما عليش أثر السفر، وحواجه بيض، وجهه نقي، لا ما عليه، بينما المسافر كل يوم يكون تعبان الغبار، حواجه مسخين، فمن كيف مهما كان، من كيف لما يدخل الرجل هذا هو بيض كل شيء، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بلي هذا جبريل، والناس يبقوا يخزروا شكون هذا اللي جاء، ما يعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بلي جبريل، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بلي هذا جبريل، والناس يبقوا يخزروا شكون هذا اللي جاء، ما يعرفوش. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بلي جبريل. اذا جبريل كان ياتي عليه السلام مره في صوره دحية بن خليفة الكلبي، مره في صوره رجل من الناس غريب، وهكذا. ولكن زوج مرات قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفته كما خلق ربي. طيب تعالوا شوفوا قد منه كيفاش خلق ربي سبحانه. قال لما شفته قد سد بين الافق، سد بين الارض وبين السماء، عنده 600 جناح. لما هذا الملك يكون بهذه القوه هذه، يعني من الارض حتى للسماء العليا، مو للسماء تاعنا، السماء العليا هناك، يسد بين الافقين، شاد بين المشرق والمغرب، عنده 600 جناح يطير بها، هذا دليل باللي قوي، فهمنا كيف. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح ان قوم لوط لعنهم الله، اللي كانوا في الاردن، قريه سادوم اللي الان موجوده تسمى البحر الميت، لما عتوا عن امر الله جانيهم سيدنا جبريل، دخل جناحه تحت الارض تاعهم ورفدهم بهما، بترابهم، بدبايبهم، بغرزقهم، بخيرهم، وطار بهم للسماء، وصل حتى للسماء كما قال في الحديث، حتى سمع اهل السماء صياح الدياكة، حتى اصحاب السماء سمعوا وسرادك، وما يروحوهم جايين، مين جاوا سرادك في السماء؟ ما كاينش، الارض راهي طالعه، طلعها سيدنا جبريل، طلعها حتى للسماء وقلبها على الارض. المؤتفكات راكم تقراوها في القران، ثم قلبها. لماذا؟ لانهم قلبوا فطرة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى كما قال العلماء، الجزاء من جنس العمل، كما أنهم قلبوا يعني فطرة الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى قلب عليهم العذاب، فجعل الأعالي أسافل والأسافل أعالي. إذن جبريل عليه السلام قوة، متين، قوي، متين، فهمنا كيف. وكذلك مأمور، فإذا أمره الله تبارك وتعالى ينفذ، من كيف، ولا يتأخر. إذن الله تبارك وتعالى بعد ما تكلم القوم ثمود كذلك، يزيد يثلثها بقوم كذلك عتاة طغاة، ألا وهم قوم فرعون، فرعون قومه. وبعدين يقول وفرعون ذي الأوتاد، يعني عاد وثمود وفرعون، هذو كلهم أحزاب على الظلم، أحزاب على الطغيان، أحزاب على التمرد على الأنبياء، أحزاب على التمرد على الله تبارك وتعالى، هم كيف، ويتساهلون في أوامر الله تبارك وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى مصيرهم حتى يرتدع المؤمن، وحتى يكون المؤمن على بينة من أمره، وحتى تكون عبرة للكفار والمشركين حتى يؤمنوا، وكذلك تكون عبرة للمؤمنين حتى يعلموا أن الظلم والبغي مهما عتى ومهما طار وتجبر فمصيره إلى الزوال، وأن الحق مهما تأخر ومهما يعني تولى فمصيره إلى الانبعاث، ومصيره إلى النصر الدام، فمن كيف. وهكذا الرسل كلهم جاءوا بالمسكنة والذلة، وفي آخر عمرهم كلهم أصبحوا بالعزة والقوة والأنفع، من عهد آدم، من عهد نوح عليه السلام، حتى إلى آخرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفاش أذوه، ولكن في الأخير كيفاش الله تبارك وتعالى أعزه ونصره. لما مات عمه أبو طالب، وماتت زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، أذوه قريش أذى كثيرا، فهمنا كيف. وقال هو في الحديث الصحيح، إن قريشا لم تنل مني شيئا أكرهه إلا بعد أن مات عمي أبو طالب.
قال قريش عمرهم ما اذوني ولا مسوني بالاذيه غير لما مات عمي، جاوا ولاو يؤذوني لان شيخ قريش مات والرجل الذي كان ينيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فتطاول عليه السفهاء وتطاول عليه المشركون والكفار. فمن كيف والخسارة الكبيرة ان هذا الرجل مات مشرك اللي هو ابو طالب، كان ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن مات مشركا، ولكن يوم القيامة ما تنفعوش وليد خوه يقول انا كنت نخدمك وكنت نعاونك وكنت كذا ونرد عليك يلا اشفع فيه، يقول له لا ما نشفعش فيك لانك مشرك. باش تشوفوا يا اخواني الكرام الشرك الله تبارك وتعالى لا يحابي فيه احدا، ولو كان يحابي فيه ولو كان يجامل فيه لكان التجامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وابو طالب. يقول هذا مدام كان ينصر وليد خوه ويحب وليد خوه ويدافع على وليد خوه ولو مات مشرك معليش يا محمد اشفع فيه، ولكن لا، اللي ما الذي لم يؤمن بالله تبارك وتعالى ولم يوحد الله تبارك وتعالى فالنار مثواه ولو كان قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان هذا الرجل. هذا ما صار محمدا صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا ودافع عليه دفاعا مستميت، ولكن لما مات آخر أمره قال هو على ملة عبد المطلب، قال نعلم ملة، قل هو على ملة جدوده وجدوده كانوا مشركين وخلى الإمام بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما تنفعوش، باش تنتبهوا يا إخواني الكرام، الشرك والله الإنسان إذا مات مشرك ما ينفعه ولا حد، ولا كان ينفع حد الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع عمه وينفع بابه وينفع جده ما ينفع حتى واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا المؤمنين الموحدين الذين جردوا التوحيد لله وصفوا العقيدة لله تبارك وتعالى. هذا لما مات أبدأوا يطاولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء أحد من السفهاء جاء للرسول صلى الله عليه وسلم مرفد له كم شاتراب وحطها له فوق راسه الشريف، فهمنا راح يمشي لداره. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من الأخلاق الحميدة بمكان، ما كانش يرد على السفهاء هذا ولا يسبهم ولا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، فهمنا كيف ما كانوش يردوا على الجهالة ولا يتسبوا معهم ولا، دار له التراب فوق راسه حتى ما بغاش حتى ينفضوا خلاه وراح لداره. لما دخل خرجت بنته شافت باباه هكذاك التراب فوق راسه وينزل على لحيته وبدأت تبكي، تنفض التراب على راس باباه وتنفض التراب على لحية باباها وتبكي. واش قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها كلام يطمئنها، هم كيف، ويهنئها كأنه ينظر إلى مصارع القوم وكأنه ينظر إلى عزته يومئذ. قال لها يا بنيتي لا تحزني فإن الله ناصر أباك، ما تحزنيش يا بنتي درك ينصرني ربي عليهم ما تخافيش. وفعلا ربي نصره ولا ما نصروش، راح للمدينة وجلس يحارب من هنا وهنا، وفي الأخير جاب 12,000 جندي مؤمن تقي نقي من رايات التوحيد وجابهم المدينة المكة. كيف محمد اللي راح وحده مع أبو بكر يروح يضرب دورة انتعد 6 سنين ولا 7 سنين ويجيب لنا 12,000 جندي ويجي مش يبا؟ أعطى لهم الدراهم ما عنده دراهم، أعطى لهم الرزاق ما عنده الرزاق، أعطى لهم النخل ما عنده النخل، حتى كي جا المكة ما لقاش الدار تاعو اللي يسكن كان يسكن فيها، لقى وليد خوه باعها وليد عمو باعها، فهمنا كيف؟ عقيل بن أبي طالب باعها ما لقاش حتى وين يريح، فهمنا كيف؟ عشام رياح في البطحة مع المؤمنين، ساكن في التراب داير خيمة مع المؤمنين حتى كمل الحج تاعو كمل الغزوة تاعو ورجع، فهمنا كيف؟ هذا الراجل باش دارها يا إخواني الكرام؟ دارها بالتمكين تاع الله تبارك وتعالى الذي مكنه، وكذلك بالأسلوب وبالكلام الطيب واللين الذي ما جعله في قلبه صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى جعله في قلبه، فكان يدعو الناس باللين وبالرحمة وبكذا، لا ينفر على هذا ولا يعنت على هذا. فلما هاجر إلى المدينة جاءه أحد
زعماء الأنصار معروف جاءه من القرية اللي قرب قوبة اللي هي بني عامر بن صعصعة، جاء ليه قال له يا رسول الله أنا رجل من القدماء، راني كبير في السن وأنا رجل شريف والناس يتبعونني، ولكني قال له الآن أنا راه عندي واحد الصحيفة من زمان نقرأ للناس من الصحيفة هذه وراهم يأخذوا الرأي وراهم يتبعوني همنا. قال له يلا هقرأ لي شوية من الصحيفة هذه اللي عندك، لأن قالوا يسمى عندي أنا برنامج كيفاش راني نمشي الناس تاعي قبيلة تاعي، هذا هو البرنامج تاعي يا محمد استنى نقرأ لك. قالوا يلا أقرأ لي شوية من الصحيفة تاعك. أقرأ له الصحيفة هذه واش تقول؟ تقول يعني ما تزنوش، لا تشربوا الخمرة، تساعدوا الضعفاء، كذلك أحموا الجيران. قال له هذا كلام حسن. قال له ما قالوش يدير فد علينا هذا، خلينا من الورقة اللي حرقها لوحة علينا هنا كيف. قال له هذا كلام حسن، ولكن الذي أوتيته هو أحسن منه. الرجل لما سمع هكذا طوى الصحيفة تاعو ما قال لي أقرأ، قال له أقرأ لي هما الشيء اللي هو أحسن من الشيء اللي عندي. لما قرأ له قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله هنا كيف. لو كان قال له يلا قطع لي الصحيفة دي خلينا منها، هذا كلام تاع الجهاله تاع الاولين ما نديروش به ونفروا وحاوزوا، الاخر يروح والقبيله تاعو كامله تروح معاه. ولكن قال له هذا الكلام زين، ولكن اللي اعطاني ربي احسن منه وزين احسن منه. اذن الراجل فهم، اذن ما دام جاك امر زين احسن منه، انت كنت تشرب في الماء ملوث معمر غرقه ومعمر طين وجاب لك واحد طاس مذهب زين مليح وقال لك هاك اشرب هذا الماء البارد الزلال العذب، معلوم ترمي الماء المسخ وتشرب من جديد همنا كيف. هذا هو الرجل الذكي يدير هذا الشيء هذا. اما البليد يقول لك انا نشرب ومعكر خامج وما نتبعكش انت، كيما داروا الكفار انتاع النجد، الكفار انتاع اليمامة لما جاهم مسيلمة الكذاب خرج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كذاب، قال لما انا نبي ابدا يقرا لهم القران فمن كيف. قالوا لو اقرا لنا القران ابدا يقرا القران، يقرا لهم القران اللي هو. قالوا يلا محمد عنده قران واصحابه راهم جابوا لنا القران، يلا اقرا لنا انت شويه قران. هو جالس اسمع الضيف دع، اسمع الضيف دع تقرب الجيران، اسمعها تقرب. واش قال له؟ قال له اية الضيف دعو نقي ما تنقين فنصفك في الماء ونصفك في الطين. هذا قرآن. قال له واحد من بني عمه قال له والله شوف. قال له واش قال له؟ قال له اشهد انك كذاب. قال له والله غير كذاب انت. قال له ولكن، قال له ولكن كذاب بني حنيفة خير الي من صادق قريش. قال له معليش انت والله غير كذاب، ولكن انا بن عمي كما نقولوا احنا بن عمي كذاب خير لي من براني صادق. هكذا احنا نقولوها، احنا ثرنا نقولوا هكذا بن عمي نطيح عليه ظالم ولا مظلوم فهمنا كيف. هكذا رانا نقول العصبية. هو لما قال له بالعصبية قال له والله غير انت كذاب، والقرآن انت هكذا جبته من راسك وماهوش قرآن صريح ومكذوب، ولكن ما يهمني بن عمي كذاب احسن لي من واحد يجيني من قريش وهو صادق. فهمنا كيف. باش تشوفوا يا اخواني الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء هذا الكذاب هذا فهمنا كيف، وقال له نقسم الدنيا انا وياك فهمنا كيف. قال له انت لك غرب الدنيا وانا لي شرقها. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم دار يده الشريفة في الارض ورفد واحد التخشى صغيرة. قال له والله لو سألتني هذه والله ما اعطيتك اياها، وانما الارض لله يرثها من يشاء من عباده فهمنا كيف. وما حبس الرسول صلى الله عليه وسلم يقتله، وإلا يقول لهم يلا لما يروح يتبعوه المساغر يقتلوه، ما خلاه، ولكن خلاه حتى مات شر ميته. راحوا ليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي بكر الصديق، راحوا ليه من مكة من المدينة حتى ثم في 12 راية أرسلها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ودخل حديقته، كانت عنده حديقة فتسمى حديقة الموت،
ادخلها لما شاف الجنود الإسلامية قوية عليه وحارب حرب كبير، وفي البداية هزم المسلمين، ولكن أبو بكر الصديق لما شاف الهزيمة على المسلمين أرسلهم خالد بن الوليد قال له روح دعم المسلمين، وراح سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه. لما شاف خالد جاء والجيش الجرار الإسلامي جاء، دخل الحديقة نتاعه فيها صور كبير، مازال حتى الآن مازالت الآن الحكومة دايرتها حديقة للناس يجلسوا فيها. هذه كانت بعيدة، كانت حوالي كما نقولوا احنا من المدينة حوالي 1000 كيلو. فهمنا؟ إذن لما شاف القتل جاء وشاف الصحابة كثروا والجيش الإسلامي تقوى، دخل الداخل الحديقة تاعه وغلق البيبان. جاءوا الصحابة بغاو يطلعوا فوق الأسوار ما نجموش، همنا ما نجموش، جاءوا يكرشوا ما استطعوش، ما استطعوش يدخلوا، وهو الداخل هو والغاشي تاعو وماكلتهم وشرابهم ونخلهم وخيرهم كله موجود. ناض واحد من الصحابة شاب ناشط قال لهم نديروا حاجة باش تشوفوا يا إخواني الكرام الصحابة كيف كانوا يستميتون على الموت، كيف كانوا يتسابقون إلى الجنة، كانوا ناس أعطاوا قلوبهم الرب سبحانه، أما احنا قلوبنا راهي مع الدنيا كل واحد مع من راهي، أما اللي قلبه راهي مع ربي فقليل منا. هذا الراجل هذا جاء قال لهم خلاص الآن الدنيا مغلوقة من جميع الجهات، الراجل راه داخل ياكل ويشرب مع أصحابه، والحديقة مغلوقة، الجنان مغلوق، والأسوار عالية، ما نجموش كيفاش ندخلوا. قال لهم نديروا حاجة، قال لهم يرفدوني الصحاح، يرفدوني ويرموني فوق السور، نكرش وننزل ونحل لكم الباب وهجموا. قالوا له تنجم؟ قال لهم ننجم، تصبر؟ قال نصبر. رفدوه، رفدوه الشباب، رفدوه الصحاح، يا الله الله أكبر، لاحوه كرش في السور، انزل يضرب عن اليمين ويضرب عن الشمال، مسكوه شد في الحلقة تاع الباب وحل الباب وميت. فهمنا كيف؟ ودخلوا الجنود المؤمنة، دخلت وصدموا على مسيلمة الكذاب عدو الله الطاغية الكبير، ودخلوا على غاشيه قتلوا الناس كلهم، ودخلوا هو في الخيمة، دخلوا عليه الشباب كثيرين، من جملتهم وحشي الحبشي الذي قتل حمزة، فضربه أحد من الصحابة واختلفت الطعنة نتاعه مع الطعنة نتاع أحد الصحابة. فهمنا كيف؟ لما وحشي هذا اللي قتل سيدنا حمزة بدأ يتكلم قال لهم أنا قتلت خير الناس وقتلت شر الناس. فهمنا كيف؟ هذا حمزة هذا وحشي اللي هو كان عبد حبشي أسود، قتل سيدنا حمزة غدره وقتله، ولكن تاب، وبعدين لما كان الحرب خلف في الإسلام وراح حارب على المسلمين أقتل مسيلمة الكذاب اللي هو قال أنا نبي. فمن كيف تنبأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا نبي، قتلوا وحشي وقتلوا الصحابة الآخرين معه، قال لهم أنا قتلت خير الناس وقتلت شر الناس، شر الناس هو مسيلمة الكذاب، وخير الناس في عهد الصحابة اللي هو حمزة بن عبد المطلب اللي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتله وحشي غدره وخدعه وقتله. وبعدين جات هند كركرو، وجات هند حلت كرشه وجبدت الكبدة تاعه ومضغتها مضغتها ما استطعتش تشرطها أرماتها. فهمنا كيف؟ وبعدين أهرب حرات وقات وراك حر، وعطات العقد تاعها من الجوهر، وعطات له مال كثير، وصبح حر وبقى هامل وين يروح، وين يروح الناس يطاردونه، أنت اللي قتلت عم الرسول، أنت اللي كذا، يا المشرك يا الكافر، لو كان مسكوك نقتلوك. ضاقت عليه الأرض كلها ما استطعش، وين يروح يلقى أصحاب محمد موجودين. قالوا له الآن يا الله نقول لك فكرة، أرجع محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به وسلم وتوب. قال لما قتلت عمه أعز عمومه قتلت له، وبكى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه حامل لواء الشهادة يوم القيامة، هو اللي يمسك اللواء تاع الشهادة وهو سيد الشهداء، كل شاهد من اللي خلق ربي الأرض حتى تخلص كلهم يوم القيامة يجوا يمشوا مر سيدنا حمزة. قال لما أنا يظل كان استطع نوقف أمامه ونقول له راني تبت. قالوا له غير روح، خبي نفسك حتى تلحق لعنده وتوب وخلاص. المهم أخذاب الرأي الداحم راح يختفي هنا وهناك حتى وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اختفى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم تمم صلاته
وقام وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال له من؟ قال له وحشي. قال له قاتل حمزة؟ قال نعم قاتل حمزة، انا اللي قتلت حمزة. واش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مهما يكون عنده صفات بشرية، ما نقولوش هو ملك من الملائكة، بشر. من كيف؟ بشر. لما قال له النية قال له قاتل حمزة؟ قال له نعم قاتل حمزة. قال له خلاص توبتك مقبولة، ولكن لا تريني وجهك. توبتك غير مقبولة ولكن ما نشوفش وجهك كما الناس، كما الصحابة يجلسوا معايا ويحضروا معايا ويجلوا معايا، انت بعدني ما نشوفش وجهك. علاش؟ لأن هذه الأشياء ترجع للقلب. الرسول صلى الله عليه وسلم القلب تاعو يحرق لما يشوف واحد قتل عمه في الوقت اللي هو أحوج الحاجة إلى الأبطال المسلمين، جاء هو قتله في ذيك اللحظة، وفي الأخير يجي ويخزر في الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ما نجيبش تخزر في وجهك، ما نجيبش نشوف فيك، إذا خبي وجهك عليا، راك مقبول توتك مقبولة وأمرك لله، ولكن ما توريليش وجهك. فقال من ذاك الوقت ما كنت مع عمر وما شافني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا نشوفه وهو ما يشوفنيش، يختفي يعني هكذا وراء الناس ويختفي في الأزقة حتى يشوف هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش، لأنه قال له خبي وجهك عليا ما نشوفكش. فهمنا كيف؟ وهذه ترجع للقلب، لأن كل واحد قلبه، والرسول صلى الله عليه وسلم مهما يكون عنده قلب كما قلوب الناس، مهما يكون عنده قلب كما قلوب البشر، وقلب البشر يقول لك البارح قتلت بابا واليوم تجي تهضر معايا يا خويا راني مسامح لك، ولكن بعدني ما نشوفش وجهك. فهمنا كيف؟ ما نجيبش نشوف وجهك وأمرك لله وأنا راني مسامح لك، وروح ما تورينيش وجهك وخلاص. هكذا قال له هو، قال له أمرك لله والتوبة تاعك مقبولة ولكن ما تورينيش وجهك. ما يجلس معاه كما يجلس معاه أبو بكر وعمر يتكلموا معاه ويتجاذبون معه أطراف الحديث، لا، وإنما هو يجلس كل أركان ويجلس مور الناس ويشوف للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ما يشوفش ليه. إذن فهمنا كيف؟ إذن هذه كلها يا إخواني الكرام بيناها، يعني وبيناكم مصير المؤمنين ومصير الطغاة الكافرين. مصير المؤمنين وإن كان يبدو على أنه ضعيف وعلى أنه يعني في شدة وفي حزن وفي نكد، فالمصير يرجع إلى القوة وإلى العزة وإلى النصرة. ومصير الكفار وإن كان يعني في الأول نشوفوه على أنه قوة وعزة وتمكين ونصر، ولكن مصيرهم إلى الزوال، ولكنهم مصيرهم إلى الهلكة. فهمنا كيف؟ لذلك يقول يعني بعض علماء السلف يقول له، يقول مثلا يقول الحق الباطل له ساعة، الباطل له ساعة والحق إلى قيام الساعة. فهمنا كيف؟ الباطل عنده ساعة يعيش فيها، فهمنا كيف؟ ولكن ديك الساعة اللي يعيش فيها ما نقولوش هم ظلمة وهم كذا، هم عايشين ماكلين شاربين ناعمين لاباس عليهم، ولكن الحق إلى قيام الساعة. سأل شكون يديها في الآخر؟ يديها الحق. لذلك يا إخواني الكرام احنا لما نشوف هؤلاء الظلمة وهؤلاء الطغاة تنادوا على المسلمين من كل مكان بخيلهم ورجلهم، ما نقولوش هؤلاء الناس على أنهم تمكنوا أقوياء وكذا، ولكن هؤلاء والله ما أدوا إلا لأننا احنا ضعفنا في ديننا، احنا ضعفنا، وبطبيعة الحال لما نضعف نحن بطبيعة الحال يجي الباطل، لأن الحق لما يضعف يجي الباطل. فهمنا كيف؟ هذه معروفة، إذا ضعف الحق يأتي الباطل، وإذا قوي الحق يذهب الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا ربي سبحانه يقول لمحمد، يقول له قل لهم يا محمد الحق جاء والباطل راح. ولكن كيفاش جاء الحق؟ نزلوا ربي من السماء علينا؟ لا، بالعكس احنا نتبعوا الحق ونعمروا الحق في قلوبنا، ونعمروا ربي سبحانه في قلوبنا والإيمان في قلوبنا، نقولوا نشوفوا الحق يمشي على وجه الأرض، بينما الآن رانا نشوفوا الباطل يمشي على وجه الأرض فينا نحن المسلمين، ما هوش في ناس واحد أخرين جاونا بعاد، احنا يا المسلمين فينا الغش، فينا الخداع، فينا الكذب، فينا الرياء، فينا الغيبة، فينا النميمة، كل الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى على المؤمنين نحن الآن متصفون بها، ونقول لماذا لم ينصرنا الله تبارك وتعالى؟ استمعوا لي يا إخواني الكرام،
هل الله تبارك وتعالى ينصر ظالم على ظالم؟ رب سبحانه وش يقول في القرآن؟ واسمعهم ليه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. واش معنتها؟ قال لك ظالم الضرب بظالم أكثر منه. همنا لون ولو احنا ماناش ظالمين، ربي سبحانه يضرب الظلام بينا، حنايا احنا نغلب الظلام. ولكن احنا لو تروح للكفارة تلقاه الى باع لك حاجة بحالك بنصيحة، ويجي لخوك المسلم ولحيته حتى صدره ويحلف لك بالعيمان المغلظة، ولما تلحق على الدار تلقاها خايبة ماشي مليحة. همنا كيف؟ ويقول لك الاسلام يكفيك حديث واحد، من غشنا فليس منا، اللي يغشنا ما هوش على ملتنا. يكفيك حديث واحد يخرجك من ملة الرسول صلى الله عليه وسلم كله، ويروحك معه من ملة اليهود وملة النصارى وملة المجوس. قال لك احنا علاش رانا متوخرين؟ احنا باش ناكلوا طرف خبز ما ننجموش هذا يسامي هذا ونتقاسموا طرف خبز هذا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يخصهم الرزق يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم ريدة إزار، يحط الإزار هذا وبعدين يقول لهم روحوا جيبوا الماكلة تاعكم، هذا يجيب حفنة تاع تمر، وهذا يجيب حفنة تاع شعير، وهذا يجيب حفنة تاع قمح، وهذا يجيب شوية سمن، وهذا بشوية كسرة، ويعرموها. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله ويعطي لهذا، بسم الله ويعطي لهذا. شوف المسلمين ماشي اشتراكية، فهمنا كيف؟ تعاون وثقة، لأن هذا اللي راك أنت تاكل وخليته جيعان هذا راه أخوك، هذا غدوة تلقاه جانبك في الجهاد في سبيل الله، كيف تاكل وتجوعه؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تسمعهم ليه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ثلاث خطرات هو يحلف قال والله، والله ما يمن، والله ما يمن، والله ما يشكون هذا. قالوا الصحابه من يا رسول الله؟ من هذا الرجل اللي راك حلفت ثلاث خطرات ماهوش مؤمن؟ شكونه؟ اسمعوا شكونه. من بات شبعان وجاره الى جنبه جيعان وهو يدري به. وين رانا نديروا هذا الناس؟ بيقول لك الاسلام احنا كلنا نثقف والجهل نعرف بلي الاسلام الصلاه والصيام، والانسان كي عنده الدرهم مليح يروح يضرب دور العرفه ويجي ويجيبوا معمر ماربورو ويجيب كرطوشه للزلال يعطي لهم. هذا هو، هذا هو الاسلام صحيح. كذب، فهمنا كيف؟ الاسلام جذري، حلقه تامه، دوائره ما تجوش تقطع تقول لا ما نحتاجوش، هذه عقد من لؤلؤ متراص الحبات، ما تجيبش تنحي لي حبه وتقول ما نحتاجش هذه عقد. فهمنا كيف؟ انت لؤلؤ مضموم ومربوط بالخيط يديروا الانسان في عنقه، فهمنا كيف؟ يتجمل به ويتحلى به، ما يجيبش يقول الحبه هذه تنفع والحبه هذه ما تنفعش والنحي هذه واللوح هذه، كله جاء من عند ربي سبحانه. ما يكون مش مؤمنين، ما يكونش مؤمن من بات شبعان وجاره الى جنبه جيعان وهو يدري به، فهمنا كيف؟ والراي احنا ما رانا بعاد على هذا الشيء، هذا عندنا الخير غير جينا شويه سميد، جينا شويه طوماطيش، جينا شويه زيت نضارب عليها ونتقاتل ونسبوا ربي، فهمنا كيف؟ والعياذ بالله ونكفر ونسخط بالله. ويقول لك اليهود، اليهود ما تتكلموش عن اليهود يا اخواني الكرام، الصفات اللي رانا متصفين فيها اكثر من صفات اليهود، احببنا ولا كرهنا الا بغينا نكونوا مؤمنين ما نجاملوش ما نكذبوش على انفسنا. لعور هذا كلمات مشيدايان لما قالوا له، قالوا له المسلمين راهم مليار، همنا وصحرنا مليار، يعني لو كان يجوا لكم يا اليهود ياكلوكم حجره حجره يردموكم المسلمين. واش قال لهم؟ وهما شحال اليهود؟ الان مليون ونص، اليهود مليون ونص، مليون ونص يهودي، همنا ولكن يولدوا كل يوم يفرقوا كل يوم. وحنا قال لك لا تحديد النسل، انا عندي الدار ضيقه نولد غير طفله ولا نولد طفل. شكون يضمن لك الطفله ولا الطفل يعيشوا؟ وإلا أنت تكبر وما يكبر ويموتوا لك وتعشي الديناش ما عندك لا طفلة ولا أطفال، ماشي مصيبة؟ وولد ما تحوس على الدار، الدار ربي يوسعها. لو كان جدودنا خذروا للدار باللي ضيقة وبني الخبز ما كايش، والله غير احنا مانا مولودين، غير احنا رانا ضايعين ما عندنا والو.
جدودنا كانوا 10-12 في دار، وإنما نقولك وشنو الضيق، نقولكم الضيق وين راه؟ راه في القلوب. الولد ولا ما يحمش حتى باباه، ما يحمش حتى يماه، المرأة ولات ما تحمش حتى أمها، تضربها وتسبها. بينما بكري الناس كانت قلوبها على الفطرة وقلوبهم معمرة خير، كان 4-5 في دار وكلهم يولدوا، والمرأة ترضى هذا وترضى الثاني، ما تفرق بين وليدها وليد المرأة الثانية، فهمنا كيف؟ ويولدوا ويعاودوا، وهذاك هو الجيل الإسلامي اللي جاب لنا الثورة الحمد لله واللي ربي نصرنا عليه. أما لما نقولوا لهذا الجيش تاع الشيشوار هذا واش راح يجيب لنا؟ واش راح يجيب لنا هذا؟ ما يجيب لنا إلا البلا، زاد لنا غير في الماس تاع الماشينة غلاو، وزاد لنا في البريانتين ولا في الريحة غلاو، وهكذا. هذا هو الجيل تاعنا، فهمنا كيف؟ الجيل تاع نولد واحد، نولد زوج، نولد واحد ونص، فهمنا كيف؟ هاي المشكلة، هاي المشكلة يا إخواني الكرام، انتبهوا بارك الله فيكم، راهي المصيبة كبيرة. واش قال لهم العوار هذا؟ قال لهم صحيح هما راهم مليار، ولكن كي يولوا يعرفوا يركبوا الحافلة نهدر معاهم. احنا نعرفوا نركبوا الحافلة، واحد يقول يلا والله غير في البلاد الفلانية نشتهم يركبوا الحافلة، والله غير حتى في الحج يضربوا الحافلات ويسبوا ربي وراح للحج ويسب الدين وراح للحج، فهمنا كيف؟ واش من بلاد نعرفوا نركبوا الحافلة؟ ماشي نصنعوا الحافلة، نركبوا الحافلة. ما نعرفوش حتى الحافلة نركبوها باش هذا مر هذا ونركبوا بأدب، أو هذا مر هذا وندوا السلعة بأدب، ما كاينش. هذا يعفس هذا يضرب هذا يقول لك إسلام، وراء الإسلام رانا فوضى همج. الله تبارك وتعالى نسأل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يبغض إلينا الكفر والعصيان، ويجعلنا من الراشدين إن شاء الله. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.